معايا تليفون بالنسبه لاتحاد الطايره. مين يا جماعه معايا؟ طب لحد ما يكون معايا التليفون. طيب فكره اتحاد الطايره. طب كويس، معايا على التليفون الكابتن عبد الله عبد السلام نجم النادي الاهلي في هذه الفتره، واتكلموا كمان عن فرص المنتخب خلال الفتره القادمه. طيب وفرص كمان النادي الاهلي، كمان النادي الاهلي عنده مستويات وعنده مباريات في الفتره القادمه بالتاكيد قويه جدا. كابتن عبد الله ازاي حضرتك؟ حبيبي يا كابتن ربنا يخليك، ازاي حضرتك يا كابتن ربنا يهزك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ والله نعم وفضل الله ومك الحمد والشكر الحمد رب العالمين. اولا بس انا عايز اقول لك انتوا عاملين نتائج في الكره الطايره غير طبيعيه وارقام قياسيه. احنا كاعلام او كجمهور بنتشرف ان عندنا ريكورد ورقم قياسي موسوعه جينيس هتسجله خلال الايام القادمه من خلال رجال كره الطايره في النادي الاهلي، فده شيء لازم ابدا بيه كلامي معاك، وبنوجه لك الشكر وبنوجه للجهاز الفني واللعيبه الشكر على ان هذه الارقام القياسيه وانه دايما بتضع النادي الاهلي على منصه تتويج ومركز اول حتى في المحافل الدوليه. طبعا الحمد رب العالمين، دي مش غريبه عن فريق الطايره النادي الاهلي، مش غريبه عن مجالس اداره النادي الاهلي اللي هم ورانا في الدعم نحقق عشان نحقق مزيد من البطولات ومن الارقام. معانا جهاز فني محترم بيشتغل على لمده 3 سنين لحد دلوقتي الحمد رب العالمين، بنكسب كل البطولات، بنكسب كل الماتشات اللي بنخشها، لعيبه رجاله على اعلى مستوى، حتى اللعيبه لو في اي اصابات ولا اي حاجه اللعيبه بتحمل على نفسها عشان خاطر النادي وعشان خاطر نحقق ارقام قياسيه ونحقق بطولات الحمد لله. رقم ال 100 مباراه انتصارات بدون تعادل او خساره، لدرجه حتى ان فكره كمان الفوز باشواط لدرجه انك بتفوز ب 3-0 في مباريات كثيره برضه عاملين فيها رقم قياسي، ده بيمثل ايه للاعبين وتاثيره كمان بالنسبه للمرحله الجايه؟ هل بيبقى في ضغوط عشان تكمل في الرقم القياسي ولا ممكن اللعيبه بتفكر في الامر ده ازاي؟ لا طبعا احنا النادي الاهلي احنا رقم واحد، يعني لازم انزل كل مباراه ان انا احسمها يعني باقوى مجهود عندي، واللعيبه لازم تكون لازم مركزه عشان اخلص المواجهه بتاعت المباراه والناس كلها تبقى لعبة ماتش كويس ويبقى الاداء كويس، فده طبعا مش ضغوط علينا، لا ده بالعكس ده بيجي من تركيز من التمرين ومساعدة الجهاز الفني، فده طبعا مش ضغوط علينا. طبعا اللعيبه على طول لازم تنافس زي ما قلت لحضرتك، احنا ده رقم واحد، فربنا يسهل ان شاء الله رب العالمين في اللي جاي وان شاء الله يكون عند حسن ظن الناس باذن الله. خد بالك كمان انت وانت في وسط المباريات هتقابل فرق مش عايزه تكسب بس او لا، ده هي عايزه تبقى هي يقول لك ايه نادي سين او صاد وقف الرقم القياسي مثلا لفريق الطايره رجال في النادي الاهلي، فهيبقى تحدي كبير جدا وانتوا حتى بتشتغلوا في المباريات سواء في الدوري او حتى المباريات المحليه. مظبوط طبعا، عندنا الدوري اهو الحمد رب العالمين لعبنا لحد دلوقتي 7 ماتشات الحمد رب العالمين، ما خسرناش الا شوط واحد، وده من تركيز اللعيبه وتركيز الجهاز الفني. طبعا اي فرقه عايزه تنزل قدامنا يعني تبقى ندي لينا، بس الحمد لله رب العالمين بتركيزنا ومجهودنا ما بتديش اي حد فرصه هو يخش معانا في المباراه. ثانيا ان شاء الله رب العالمين برضو عندنا بطوله عربيه وعندنا بطوله افريقيه السنه دي وكاس مصر، فعندنا مباريات كتيره وعندنا كمان المنتخب بنستعد ان شاء الله رب العالمين تصفيات اولمبياد طوكيو، عندنا 10 لعيبه موجودين في المنتخب مصر. مظبوط. طبعا عدد كتير وعندنا مباريات كتير بعد ما نرجع برضو هنكمل الدوري وبعد كده نخش على بطوله افريقيا، فحمل كبير وعلينا يعني كلاعب النادي الاهلي، بس ان شاء الله رب العالمين كلنا 16 لعيب او 18 لعيب بنسبه صعب او ساعات بنبقى 20 كلنا ان شاء الله رب العالمين قد المسؤوليه وان شاء الله رب العالمين هنكمل الارقام القياسيه وان شاء الله ما حدش يوقفنا باذن الله رب العالمين. ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه للمنتخب يا عبد الله، التصفيات نظامها ازاي للتاهل لطوكيو؟ كمان الفرق المنافسه يمكن عندك منتخب تونس تحديدا من المنتخبات القويه والفتره الاخيره كعبه عالي، يعني كعبه عالي شويه سنه من فريق تونس على الفريق المصري، شايف المنافسه ازاي والتاهل لطوكيو والتصفيات القادمه ان شاء الله؟ لا اول حاجه انا يعني احب اشكر برضو كمجلس اداره نادي مجلس اداره الاتحاد بقياده الكابتن احمد عدام، طبعا موفر الدعم من شهر 5 حتى الدعم دوت انا بصراحه ما شفتوش فترات سابقه في الاتحادات اللي قبل كده، عندنا الحمد لله رب العالمين يعتبر يعني احسن فرقه في العالم او احسن فرقه في افريقيا بيحصل لها اعداد للاولمبياد طوكيو ان شاء الله رب العالمين الاسبوع الجاي بتاع 2020 عندنا مباراه مع المنتخب الصيني، بعدها ان شاء الله رب العالمين على هولندا وبعدها طلعنا بلجيكا وبعدها بلغاريا وبعد كده ان شاء الله نيجي مصر قبل البطوله في خلال 4 ايام، فطبعا انا شايف يعني اعداد كويس جدا انا ما شفتوش قبل كده في الاولمبياد خالص يعني تصفيات اولمبياد، فان شاء الله رب العالمين يبقى عند حسن الظن ان شاء الله رب العالمين يتاهل. طبعا تونس
كاميرا عالي. لا والله حصل يعني خلال السنتين اللي فاتوا في حصل بعض كان في بعض اصابات اللعيبه الكبيره ما كانتش موجوده. طبعا ما فيش حد بيأثر والله خالص من اللعيبه كمان اللي لسه صاعد علينا على المنتخب. لا كلهم بيأدوا برجوله بس بيحصل زي ما بنقول سوء توفيق مش اكتر والله. بس ان شاء الله رب العالمين يعني راجعين تاني على الساحه رب العالمين. والبطوله دي تعتبر حصاد اللي فات كله يعني. حصل اخفاق كاس العالم خسرنا من تونس بس ده كان يعني نقول كنا بادئين بدايه كويسه جدا. حصل بعض ارهاق حصل كان باد لاك لينا يوم ماتش تونس بس ان شاء الله رب العالمين نقدر نرجع تاني على الزعامه الافريقيه باذن الله رب العالمين بالتاهل للطوكيو ان شاء الله رب العالمين. التصفيات قويه. اتفضل بالنسبه لنظام التاهل والتصفيات. نظام التاهل يعني انا اخر تصفيات لعبناها كنا نظام مجموعتين كنا ساعتها 8 فرق فعملوا 4 و4. لو 6 فرق او اقل من 8 تبقى من ضمن دور واحد. فلسه لحد دلوقتي مش عارفين عدد الفرق المشاركه بالظبط في التصفيات. فعلى ما اعتقد يعني هي من بين 6 ل8 فعلى حسب ان شاء الله رب العالمين الفرق اللي هتيجي هيبقى من ضمن مجموعتين او من ضمن دور واحد. فان شاء الله ربنا يكرم ويبقى الصعود حليفنا ان شاء الله رب العالمين وسط رغبه من اللعيبه ومن الجهاز الفني معانا المحترم ومجلس اداره الاتحاد اللي مدعمنا دعم يعني كويس جدا وكبير قوي باذن الله رب العالمين. اقامه التصفيات في القاهره اعتقد شيء ايجابي وعنصر اضافي لهذا المنتخب للتاهل لطوكيو ان شاء الله يا عبد الله. فضل انت كمان قلت لي استعدادات قويه، انتوا لعبتوا منتخبات كمان في المستوى الفني قويه جدا، فالمستوى الفني والاستعداد قوي واقامه البطوله والتصفيات في مصر ده شيء مميز. طبعا ده بيدينا دعم من الجماهير طبعا. حضرتك عارف يعني الجمهور يعني يكون موجود بيشجع منتخب بيشجع وسط فرق شمال افريقيا وفرق افريقيا طبعا بيدينا دعم يعني دعم ملوش حدود خالص. طبعا احنا محتاجين الدعم ده باذن الله رب العالمين مع التركيز بتاعت اللعيبه مع مؤازرتهم ان شاء الله رب العالمين تبقى حاجه كويسه جدا هنا. وشيء طيب ويسعدنا كمان ان قوام المنتخب بيمثلوا حوالي 10 من النادي الاهلي و10 على اعلى مستوى وواضح قوي تاثيرهم كمان في المباريات المحليه والافريقيه. طبعا مع حضرتك طبعا الحمد لله رب العالمين احنا عندنا 10 لعيبه الحمد لله رب العالمين من احسن 10 لعيبه موجودين في مصر بلس طبعا الانديه الثانيه برضه لعيبه مميزين ولعيبه محترمين. فربنا يكرم كده ان شاء الله رب العالمين دعواتك معانا ودعوات المصريين كلها ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله خير باذن الله اهل لطوكيو باذن الله رب العالمين. كلنا في ظهركم وكلنا وراكم ودايما سعداء بهذا التيم سواء بالنسبه للنادي الاهلي او حتى لما بتمثلوا منتخبنا الوطني ومتابعه مباريات المنتخب وان شاء الله انتوا قدها وقدود وتكونوا موجودين في طوكيو ان شاء الله على الاقل يعني حتى على المستوى الدولي لعبت النادي الاهلي كلها دور ودايما كده هذا الفريق اللي بيحقق نتائج مميزه جدا محليه وقاريه مع منتخب مصر ان شاء الله حقكم ان تكونوا موجودين في طوكيو وان شاء الله تكونوا موجودين بمستوى متميز ويكون تتويج ليكم حتى في صيف العام القادم عام 2020. شكرا جزيلا ان شاء الله يا كابتن. شكرا يا عبد الله وكل التوفيق ليك وللفريق يا رب ان شاء الله.